لسه مكملين مع حضراتكم، هنروح نشوف تقرير عن صفقات الأندية في الميركاتو الصيفي حتى هذه اللحظة، الأهلي والزمالك تحديدا، وكمان الإسماعيلي والمصري وأندية أخرى كثيرة. السوق واضح أنه في لاعبين كثيرة بيتحركوا وبيتنقلوا، ودي علامة بس صغيرة كده، أو إشارة صغيرة، أو بلاش، ملحوظة صغيرة، ملحوظة صغيرة. هتلاقي في لعيبة عمالة تتبدل كتير قوي، كتير قوي بين فرق لفرق. ده دليل على إيه؟ دليل على إنه كله شبه بعضه. نشوف التقرير، ولما يخلص التقرير نرجع نتكلم في تفاصيل فنية مهمة جدا عن الصفقات الجديدة دي. خليكم معانا. قبل كل موسم جديد من الدوري المصري كنا بنشوف سباق كبير بين الأهلي والزمالك على التعاقد مع أبرز اللاعبين وألمع النجوم اللي تألقوا في الموسم اللي فات، لكن الموسم ده الموضوع مختلف تماماً. سوق الانتقالات ما بقاش مقتصر بس على الأهلي والزمالك، بقى في أندية تانية بتدخل الموسم بخزنة مفتوحة مليانة فلوس ملهاش أول من آخر، وده اللي شفناه في الأيام الأخيرة بعد الصفقات الكتيرة اللي عملتها أندية زي بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا والإسماعيلي والمصري وفيوتشر وإمبي وسموحة. نيجي للبداية مع الأهلي اللي كان بيدور كلام كتير قوي على إنه هيتعاقد مع 10 لعيبة ما بين محليين وأجانب، لكن لحد دلوقتي الأهلي ما جابش إلا شادي حسين ومصطفى ميسي من سيراميكا كيلوباترا، ودول ما كانش التعاقد معاهم بالساهل. سيراميكا خد حقه تالت وامتلت ما بين قيمة مالية وبين لاعبين دخلوا ضمن الصفقة زي أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكم ومحمد شكري اللي خرجوا من الأهلي وراحوا سيراميكا. كمان الأهلي جاب البرازيلي برونو سافيو اللي كان بيلعب في الدوري البوليفي مع فريق بوليفار، ولحد دلوقتي في كلام كتير عن لاعبين أجانب تانيين الأهلي بيفكر يجيبهم زي فايز سليماني لاعب منتخب جزر القمر، وكمان مصطفى شلبي لاعب إمبي، لكن لسه المفاوضات واقفة. في الناحية التانية بقى نادي الزمالك أعلن عن موسم صفقات ناري زي ما إدارته أعلنت، وكانت البداية مع 2 أجانب هم المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيم ناداي، وفي آخر يوم للقيد أعلن الزمالك عن التعاقد مع ثنائي بيراميدز عمر جابر ونبيل عماد دونجا، ودونجا تحديداً هو الصفقة اللي كان الزمالك بيتمناها من أكتر من موسمين. الزمالك لسه في صفقات تانية هيعلن عنها بعد ما يخلص الدوري التمهيدي لدوري الأبطال، واللي بشكل مبدئي مش هيقلوا عن 5 صفقات تانية. أما نادي بيراميدز فكان تركيزه كله في اليوم الأخير للقيد، واللي أعلن فيه عن صفقتين، واحدة منهم من العيار التقيل وهي استعارة مصطفى فتحي من نادي التعاون السعودي بعد ما كان في صراع كبير بين الأهلي والزمالك على ضم اللاعب. الصفقة التانية اللي أعلنها بيراميدز كانت المغربي محمد الشيبي لاعب فريق الجيش الملكي المغربي. على ناحية شط القناة هنلاقي النادي الإسماعيلي فجأة خزنته اتفتحت وبدأ يجيب صفقات، لو على الأسماء فهي من العيار التقيل، لكن لازم نستنى ونشوف في الملعب. المعلم صالح جمعة كان أبرز الأسماء اللي ضمها الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي، ومعاه هداف الدوري الأسبق باسم مرسي. كمان الإسماعيلي نجح إنه يضم التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق، والتونسي التاني اللي ممكن يتقال عليه مهاجم قناص هو فراس شواب مهاجم الصفاقسي السابق. على الجانب التاني في شط القناة كان النادي المصري البورسعيدي بيعمل صفقات عيار تقيل برضه. صفقات معاها النادي المصري هيكون بشكل مختلف تماماً في الموسم الجديد، لأن مع الصفقات في مدرب مصري اسمه إيهاب جلال بيعرف يحلي أي بضاعة ويسوقها كويس. المصري بقى قدر إنه يضم حسين السيد من بيراميدز، والهداف مروان حمدي اللي من المتوقع له يكون مفاجأة الموسم الجديد بعد تألقه مع سموحة. لو سبنا الساحل ورحنا لفرق القاهرة والدلتا هنلاقي فرق زي فيوتشر وإمبي وغزل المحلة بتسابق هي كمان على ضم صفقات علشان تكون مستعدة للموسم الجديد. وبعد كل الأسماء اللي شفناها وسمعنا عنها في سوق الانتقالات الصيفي هنكون على موعد مع موسم ناري بنتمنى إنه يتحسم مع آخر جولة زي ما بنشوف في الدوريات الأوروبية الكبيرة.